السلام عليكم مباشرة من محلات أواني شعيب، ومن جديد كنديروا معكم اللايف، وهذا المرة من المحل ديالنا اللي كاين في الحي المحمدي. هذا اللايف هذا سميته لايف المفاجأة، سميته لايف الصدمة، لأنه في واحد اللعيبة واعرة بزاف كتعجبكم. كنا جبناها واحد الوقيتة وتقادت لينا، كنعتذروا بزاف حين تقادت لينا وجبناها لكم هذا المرة. ولهذا غادي نقول لكم راه الفرصة باش أن هاد اللعيبة اللي غادي نوريكم دابا وهاد التويشية الواعرة اللي غادي نوريكم راه ما بغيت حتى شي واحد يزقلها، لأن ممكن راه كاين بوسيبل أنها تقادة الويكاند، كاين بوسيبل تقادة 2 3 4. إذن في أي وقيت قدرتوا تصارعوا باش أنكم تجيو ليها فألف مرحبا. هي هادي، هاي هاد اللعيبة رجعت لكم من جديد، اللي كتباع على برا الوحدة ب45 درهم، كاين اللي كيبيعها بالفريال، كاين اللي كيبيعها ب40 درهم. حنا دايرين ليها، ركزوا معايا مزيان على الثمن، 4 في هادو ب1200 ريال بالصحه والراحه. وبزاف الناس كانوا كيسكرينيو وكيصيفطوا ليا، وعدتكم كاملين قلت لكم ان شاء الله نهار غادي تجي مباشره غادي نحطها لكم في اللايف. لهذا غادي نقول لكم جيو باش تستافدوا منا. انا دابا حاليا كندير معكم اللايف من الحي المحمدي، وراها كاينه حتى في البرنوصي، في المحل ديالنا اللي كاين في البرنوصي. الا وصلتوا للسوق النموذجي اللي في البرنوصي سولوا غير النقاشات اللي كاينين تما، قولوا لهم اواني شعيب غيوريكم المحل. وكذلك كاينه حتى في المحل ديالنا ديال المحمديه اللي مقابل مع تيلي بوشك عيشه وجا في الجوطيه، وكذلك في المحل ديالنا ديال القريعه. 4 في هادو ب 1200 ريال، يلا تبرعوا لي مع راساتكم. 4 ب 1200 ريال راه ديسبونيبل عند اواني شعيب. وباك اخر درناه لكم عاوتاني اللي هو هذا البلاطو، هذا شوفوا معايا مزيان، هذا البلاطو فيه هاد اللعيبه، هاد البونبونيير نسميوها، هادي نسميوها بونبونيير ولا نسميوها زيد. شي واحد باغي يخدم حتى فهاد الذهب. يا المهم هاد الباك كامل اللي كتشوفوا فيها جوج زائد البلاطو ديالها حتى هو ب 1200 ريال، يعني ثمن سبيسيال. اما غتاخذوا هاد البلاطو مع هاد اللعيبه ب 1200، ولا غتاخذوا هاد الربعه كاملين اللي كتشوفوا ب 1200 ريال، ثمن خيالي وسبيسيال. جبنا لكم هاد التويشيه هادي، واحد اللعيبه حيراتني التويشيه شنو يجي فيها. هادي تاع لي صوص. زيد عاوتاني، دير فيهم لي شوكولا. زيد زيد هادو ها الجاوي هادو كنبيعو 4 بالف ريال، 4 وحده جوج ثلاثة أربعة، 4 بألف ريال، 4 بخمسين درهم. غير الناس اللي خصهم يعرفوا أنهم راه ما كبرش بزاف، يعني ما يبانوش لهم في التليفون كبار ولا شي لعيبة، هادو صغار كتجي فيهم شي لعيبة صغيورة. كنبيعو لكم 4 بألف ريال، والبلاطو ديالهم بثلاثين درهم. البلاطو 600 ريال، 600 ريال البلاطو، وهاد اللعيبات كنبيعو 4 بألف ريال. وغنعاود نذكر عاوتاني هادو تا هما 4 بألف ريال. بزاف الناس سولوني على الباك، الباك الواعر الرويال الملكي الخطير الزوين اللي كيعجبكم، اللي فحالو وريتو لكم في تركيا في اسطنبول. ها هو اليوم كاين بحال هادوك اللي كتشوفو في اسطنبول، كاين في الحي المحمدي، من اسطنبول الحي المحمدي. هاد الباك الواعر في عدد محدود جدا، 6 ديال لي سوطاس بالبريق ديالهم، باللعيبه ديال السنيده، بالبلاطو ديالهم، 500 درهم ثمن رمزي وسبيسيال ورائع جدا. القفص كنت واحد اليومين دابا قلت لكم راه تقاده. المفاجاه الزوينه هو انه رجع من جديد، وكيف دائما تنقول لكم ان هذا القفص هذا راه كيبيعوا على برا ب 400 450، 500 درهم، 7000 ريال، 6000 ريال. حنا كنبيعوا عند اواني شعيب 130 درهم. اختي ديال اللايف عافاك اللي كتهضر تهضر بشويه باش صوتي ما يتخلطش ليا مع اللايف، فهمتي؟ سمحوا لي غير شويه. مرحبا، مرحبا بكم على راس. شوفي الكليان ديالي كاملين على راسي وعينيا كلكم. مرحبا، عطيني واحد الدقيقه عافاك، انا ديال اللايف دابا وانا غنناقش معاك هذه النقطه.
مرحبا. دائما كيف كنقول لكم هاد لاكاج هذا رجعت لكم من جديد، والثمن ديالها ماشي 7000 ماشي 8000 ريال، 150 درهم. ثمن فريمون سبيسيال ورائع جدا وكاليتي زوينه، وكيف قلت لكم كانت تقادت وعاودت رجعت في اي لحظه تقدر تقادها. 3000 ريال عوض 450 درهم. بصحه والراحه اللي غادي يجي ياخذها. غادي ندوزو سيادي لهذا البراد هذا اللي قلت لكم دائما العدد محدود جدا وكاليتي بروميير اللي عندنا. هذا اللون هذا ما كيتبدلش ليه، والثمن جد مناسب. راه هضروا معايا الناس من موريتانيا، قسما بالله العلي العظيم الا سكرينوه ليا الناس من موريتانيا وسكرينوه ليا الناس من الجزائر، الحمد لله ولا عندنا جمهور كبير ماشي فقط في المغرب، تنتقل حتى للدول العربيه واحده اخرى منها موريتانيا الشقيقه والجزائر كذلك. مرحبا بكم الناس ديال موريتانيا، نقدروا نتعاملوا معكم، ولكن الناس ديال الجزائر العلاقه الدبلوماسيه تحبسات ما نقدروش نتعاملوا معكم حتى تحل الحدود. مرحبا الناس ديال موريتانيا، مرحبا. واحد السيد وبزاف الناس تواصلوا معايا، 130 درهم. غنهضر بالدرهم باش يفهموني حتى الموريتانيين. 130 درهم، 140 درهم، 170 درهم، انا نقولها بالريال، 2600، 2800، 3000 ريال. والحاجه المهمه اللي خصكم تعرفوا ان هذا البراد راه العدد محدود فيه، تقريبا كل محل عند اواني شعيب عنده واحد تقريبا 4 ديال الكرتونات في كل موديل. ان فوا غادي يتقادوا دوك 4 الكرتونات ما غاديش نعاودوا نقدروا يكون ديسپونيبل في المحلات ديالنا. حاليا كاين عندنا البرونز ديالو راه رائع جدا، وكاين عندنا الصفر ديالو. كاين عندنا هاد المبخره ديال الضو، الثمن ديالها زوين، الثمن 1000 ريال 50 درهم. عندنا التويشيه ديال سيرفييت كتجي فيها الحلوى وبزاف اللعيبات، 1200 ريال. عندنا كذلك هادي 1200 ريال. عندنا سيادي الطاجين ديال المرايا باللعيبه ديالو 1200 ريال. البلاطو على ثلاثه رائع جدا ولا كولور زوينه، ثلاثة ب 2800 ريال، 140 درهم هذا وهذا وهذا. بحال كيطيح لكم تقريبا بشي هذا ب 600 ريال، هذا ب 800 ريال، وقيلا هذا الكبير كاع ديالهم كيطيح وقيلا بشي 1000 ريال ولا ما كاملاش كاع، يعني بثلاثة ب 2800. البلاطو رويال عندنا اللي فيه الصفر وعندنا اللي ما فيهش الصفر. بلاطو رويال نفس الثمن سوى الصينية سوى اللي داير 3600 ريال، واللي ما فيهش الصفر هنا ب 3400 ريال. واي واحد غياخذ عندنا هذا البلاطو ديال رويال كنقول لكم احتفظوا عليه، لانه ما كيبغيش الماء وما كيبغيش لاميديتي. حنا دائما تنقولوا الحقيقه في لي لايف ديالنا وفي التواصل ديالنا مع الزبناء، هاد لي بلاطو راه كيبغيو الاحتفاظ، كنقولها وكنعاود نقولها. ولكن عندنا حنا في الدار دابا 5 سنين ما خسرش لينا، لان الوالده والناس اللي عندنا في الدار كيحتفظوا عليه. مرحبا. هاد الباك ديال هاد الباك هذا ديال العماره كي فيه ثلاثه بالبلاطو ديالو، حتى هو فيه ثمن رمزي وسبيسيال 450 درهم، 9000 ريال. كاين عندنا هاد البلاطو هذا زوين حتى هو كيدير 600 ريال. غنعاود نذكر عاوتاني راه جاو هادو من جديد، والثمن ديالهم كنبيعوا 4 ب 1200 ريال، 4 ب 60 درهم. وكاين عندنا هاد الكروسه هادي بونبونيغ بالكريريسه حتى هي رائعه جدا، والثمن ديالها 170 درهم، 3400 ريال. كنظن وريتكم هادشي ديال البريستيج. غادي ندوزو دابا لهاد الباك هذا اللي سميناه باك شعيب، اللي فيه التبصيل وربعه وسته ديال التباصل ديالو، وحده جوج ثلاثه وكاينين ثلاثه هي سته. هاد التبصيل هذا زائد الفراقه، ركزوا معايا مزيان، الفراقه كنبيعوا الكبيره حيت كاينه الصغيره ديالها، كاينه وحده صغيره على هذه شويه، حنا عندنا الفراقه الكبيره. اذا الفراقه والتبصيل سته زائد البلاطو اللي كيجيو فيه الكيسان والبراد وكتقدر تسقي فيه وبزاف اللعيبات، هادشي كامل ب 4000 ريال، ب 4000 ريال، 199 درهم، 3990 ريال. كاين عندنا هاد المقاليد ديال الشبكه الثمن ديالهم 1600 ريال. دائما كيف كنذكر اي واحد بغى يجي يتقدى عندنا، كاينه اثمنه مناسبه وسبيسيال، المول على ثلاثه ديال القلب الثمن ديالو 1200 ريال.
عندنا الميكسور 160 درهم، البلاندر ديال الزاج 180 درهم. هذا البروموسيو ديال هذا الويكاند هو اخر ويكاند. الياس ان شاء الله هذه من 2 4000 ريال اقل عليها مزيان باش الناس ما يجيو اثنين يقول لك كذبتي علينا في الثمن. ابتداء من 2 4000 ريال هذه ما غتبقاش ب 3600. وكاين الايس ديالها 200 درهم اللي كطحن الثلج. البانيني الكبيره كاين عندنا العاديه ب 4600 واللي فيها لداخل الجرانيت ب 5000 ريال. انا اختي غنكمل معك نكمل. كاين عندنا البانيني الصغيره 120 درهم 2400. وكاين الهاشوار ديال لينوكس الثمن ديالها 3000 ريال. وكاين ديال الزاج ب 2600. وكاين الهاشوار ديال البلاستيك ب 100 درهم. الهاشوار ما نهضرش لكم عليه شنو كتقدر دير توريكه وحده الخيال العلمي. وكاين عندنا البانيني ديال الشوايه ديال الجرانيت 8000 ريال واللي ما فيهاش الجرانيت ب 7600. كاين عندنا هذا الباك 70 درهم، هذا 1200 1400. الطباسل كنبيعوا 4 ب 1200 ريال و 30 جوج ب 1000 ريال. كاين عندنا الطبيصلات الفراقات، كاين عندنا البرارد حتى هما فيهم اثمنه خياليه كيبداو من 1600 1800 100 درهم 2200. المقارش حتى هما الترموسات 100 درهم. الكيسان بلاتي عافاك نوريهم. هذا البورت غاتو الثمن ديالها كدير 1200 واللي بالرجيله كدير 1600 ريال. كاين عندنا هاد الكيسان هادو حتى هما رائعين كيف كتشوفوا. كنبيعوا باكيه ب 600 ريال وجوج باكيات ب 1200 ريال. الكاس ديال الريشه رجع لكم من جديد و باكيه فيها 6 ب 700 ريال اسمح لي. وكاين عندنا كذلك هاد الكيسان يلاه جبناهم جداد ديال المناضه باكيه فيها 12 ب 90 درهم. المهم الاخوان كيف كتشوفوا ما غاديش نقدر نعطيكم السلعه ديال الثمانات كاملين اللي في المحل. كاينه السلعه زوينه، كاينين الاثمنه مناسبه، كاينين البرامي ديال الجرانيت اللي لداخل الجرانيت والبره ديال لينوكس. كاين عندنا المقالي كيف كنوصيكم اي واحد بغى يعمر الكوزينه، اي عروسه يلاه بغات تجوج مرحبا بها باش انها تجي تقدى عندنا. نعم جبتي لنا شي عروسه مرحبا بك والله الا الف مرحبا. دائما كيف كنقول او الكيسان اخويا الكيسان غفلتيني فيهم وليد. هاد الكيسان هادو واعرين كنبيعوا باكيه. كاين الكيسان ديال 1200 ريال ياك سمحي لي اختي عافاك نوريهم الكيسان ديال 1200. ها هما كاين عندنا اخ سمحي لي واخا انا معاك اختي ما يمكنش انا ندير لايف وغنهضر مع الكليان واللايف محسوب فهمتي. واخا اختي انا معاك. كيسان باكيه فيها عفاكم بالنسبه للزبناء اللي غيجيو يتقداو عند اواني شعيب انا غنقولها اي واحد جا ولقاني كندير اللايف عفاكم ما يهضرش معايا لان صعيب نهضر مع الكليان وندير اللايف. الله يرضي عليكم هذه فرصه زوينه باش نقولها للناس كاملين اللي كيشوفوا دابا. الا كنت كندير اللايف الله يرضي عليكم كاينين لي كوميرسيال غنخدموا معاكم يعني حتى شي واحد ما يقدر يسولني حيت ما يمكنش ندير اللايف ونهضر مع الكليان. هادو الثمن ديالهم 1200 ريال كيف كتشوفوا باكيه فيها 12 وهادو باكيه ب 2400 ريال. كنعتذر درت اللايف هاد الوقيته اليوم السبت شويه كاين عندنا الزبناء في المحل لهذا هاد اللايف هذا غير دوزوه. هاد الباك هذا قلت لكم 1200 واللي خدا 4 ب 1200 ريال. بقاو معايا عفاكم كيف كتشوفوا المحل ديالنا هو هذا المحل ديالنا في حي المحمدي اواني شعيب حي المحمدي ساهل مقابل معانا السكه ديال الترامواي. هنا كاين القصاريه راهي القصاريه ديال حي المحمدي شو كتشوفوها ولا لا؟ غتخليو القصاريه على يديكم اليسر وغتطلعوا مع الترامواي بحال غادي للقهوه فلوريدا شو ها هو المحل ديالنا ها هو هذا شوف ها القصاريه ديال الحي المحمدي كتخليو القصاريه على يديكم اليسر وكتطلعوا مع السكه. القصاريه راه مقابله مع السكه ديال الترامواي هاي كتطلعوا مع السكه كتطلعوا كتلقاو المحل على يديكم اليمين.
بحال غادي نطالع القهوه فلوريدا. مرحبا بكم. دائما كنذكر وكنعاود انتم مباشره من محلات اواني شعيب، كندير معكم اللايف من المحل ديالنا اللي كاين في الحي المحمدي. كاينه سلعه واعره زوينه، واحد القضيه بغيت التفاعل فيها. الله يرضي عليكم اي واحد كيشوف هذا اللايف هذا، دائما كنذكر بها في كاع اللايفات. بغيتكم تكتبوا لي في لي كومونتير شكون هي المدينه اللي متواجده معنا بقوه في هذا اللايف هذا. يلا كل شيء يكتب لي المدينه اللي متواجده معنا بقوه. الياس الياس الياس، فين هو الياس؟ شوف مع ديك السيده، عطيها داك الشيء اللي خاصها دابا. ما كتجاوبش، علاش لالا ما كنجاوبش؟ شوف واحد القضيه مهمه بزاف، اي واحد كيبغي يتواصل مع المحلات ديالنا راه اي لايف كنحطو كنحط لكم نمره التليفون ديال الكوميرسيال اللي مكلف بالمحل. اذا ملي كنحط لكم المحل ديال البرنوصي كنحط لكم نمره حمزه، ملي كنحط لكم المحل ديال القريعه كنحط لكم نمره سفيان، ملي كنحط لكم اللايف ديال الحي المحمدي كنحط لكم نمره وليد. اذا اي واحد بغى يعرف المحل واش محلول ولا مسدود، ولا بغى يعرف هاد السلعه واش كاينه ولا لا، ولا بغى يعرف المحل فين كاين، غادي تجيو عندي غتعيطوا لذاك الرقم اللي كاين تما. هذه حاجه مهمه بالنسبه للمحلات ديالنا. راه كنحلوا يوميا، كنحلوا يوميا من 10 ديال الصباح حتى 9 ديال الليل، من 10 ديال الصباح حتى 9 ديال الليل. هذا هو التوقيت ديال المحل ديالنا، من 10 الصباح حتى 10 9 ديال الليل، ويوميا حتى الجمعه كنحلوا فيها. شو عيب شو ديك السيد انا ديال اللايف دابا ما نقدرش مرحبا بكم الرباط مدينه سلا، غنديروا لكم لا ليفريزون ان شاء الله، وهذه مناسبه دابا نيت. مرحبا وحده قالت لي صدقتي كيكا انا، يا على صدقت قالت لي صدقتي كيكا انا، صدقتي معاكم زعما في التعامل. ياك مرحبا بكم. ايوا الف مرحبا. يلا بلاتي عافاكم الناس اللي بغاو لا ليفريزون خارج كازا، غادي تسكرينيو هذا الرقم هذا، بقاو معايا انا غنعطيكم الرقم، وكتبوا لي في لو كومونتير المدينه اللي كتسكنوا فيها يلا، باش نعطيكم الرقم ديال لا ليفريزون خارج مدينه الدار البيضاء اللي تواصل مع عائشه بلا ما يتواصل مع زهير. هذه نقطه مهمه، ماشي تعطيو لا كوموند ديالكم لعائشه وتعطيو لا كوموند ديالكم لزهير الله يرضي عليكم. الا طن 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 غادي ما تنساوش هادو 4000 ريال، 4 ب 1200 ريال، ناري غلطت، 4 ب 1200 ريال، جيو راه ديسبونيبل في المحل ديالنا ديال البرنوصي، المحل ديال القريعه، المحل ديال الحي المحمدي، المحل ديال المحمديه، 4 ب 1200 ريال. ها هو سكرينيو الرقم اللي غتواصلوا معاه باش يدير لكم لا ليفريزون خارج كازا، 06 99 66 33 60. يلا كلشي عافاكم يكتب لي هذا الرقم في لي كومونتير، 06 99 66 33 60. مرحبا، كنتمنوا يكون كلشي سكرينا هاد المراه. دائما كنذكروا كنعاود انتم مباشره من محلات اواني شعيب. ما قدرتش ندخل معكم لداخل حيت واحد السيده يمكن دايره ابي الفيديو مع شيختها، مرحبا بها، مي اصواتنا بجوجهم غادي يصدعوكم في اللايف. اللي هذا خرج، تحيه للترامواي، ها هو كيدوز من قدامنا. الناس اللي بغاو يجيو في الترامواي غتهبطوا في ديك ستاسيون، ولا غتهبطوا واخا بعيد علينا بشي شويه، ستاسيون المذاكره كاينه في الدوره تقريبا شي 200 متر، يعني المحل ديالنا هنا القيصريه كتطلعوا معاها كتلقاو حتى الطاكسيات كيدوزوا من قدامنا. الف مرحبا، اجي نشوف انت شنو خديتي عندنا، زيدي باينه عليك ذواقه. عطيتو كلشي، زيدي خديتي خديتي هذا، خديت لفنا هذوك البراد، هذو خديتي اربعه ب 1200 بالصحه والراحه. زيدي هادو شنو؟
خديت البرار جوج زيت صفرين والكيسان ثلاثة ديال 1000 ريال بالصحة والراحة وخديتي الكيسان وخديت البلاطو بالصحة والراحة مرحبا البلاطو بحال هذا ما لقيتوش غادي يكون ان شاء الله ورانا بعيد كنجي على البلاطو داك البلاطو بالصحة والراحة نشوف هادو اللي خديتي ما زقلتيهمش معلمة 4 ب 12 مية زوينين وثمن رمزي وسبيسيال وبالصحة والراحة مرحبا بك اعطي السيدة بلاطو مرحبا مرحبا شكرا امين فاس اكادير ايطاليا فاس زيد الناظور زيد 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 البرنوصي الرباط يلا اكتبوا لينا كان واحد وصلني واحد الكومونتير دابا على المهم الاخوان غادي نعاود نقول لكم الثمانات لنكون غلطت في شي حاجه لان اللايف شويه كنت مستريسي فيه لان كاين شويه ديال الزبانه عندنا في المحل ركزوا معايا مزيان قبل ما نعاود لكم الثمانات غادي نطلب من جميع الزبناء ديالنا يعطيوني اكبر عدد ديال ديال لي جام ديال القلوبه لانني دائما كيف كنقول لكم الدعم ديالكم الاواني شعيب والدعم ديالكم لصفحه اواني شعيب هما نتوما بالقلوبه ديالكم اللي كتخليو لينا وبالبارطاج ديالكم اللي كديروا بكم نتوما باش كنوصلوا لاكبر عدد ديال الزبناء في المغرب اللايف ديال القريعه اللي داروا البارح قريبا غادي يوصل لمليون مشاهده علاش لانكم نتوما دعمتوا داك اللايف بلي جيم ديالكم وبلي بارطاج ديالكم شكرا لكم بزاف على الدعم اللي كتعطيوه لاواني شعيب مرحبا بكم وحنا دائما راه كنديروا كل ما في جهدنا وغادي نبقاو مقاتلين باش اننا نجيب لكم سلعه زوينه وثمن مناسب والجوده هذا هو اللي غادي نوعدكم به وغادي نبقاو فيدال كيف نتوما فيدال للمحلات اواني شعيب حنا غادي نبقاو فيدال لكم وغادي نبقاو نجيب لكم سلعه زوينه واعره البريستيج النخوه والثمن يكون جد مناسب هادشي اللي غادي نقدروا نقولوا لكم تحيه لايطاليا واحد القضيه لا ليفريزون ديال السكينه راه كدير حتى خارج المغرب مرحبا تقدروا تتواصلوا معاها كاين لا ليفريزون حتى خارج ارض الوطن الف مرحبا ما تنساوش تعطيونا اكبر عدد ديال القلوبه واكبر عدد ديال البارطاج يلا الاخوان غتعطيونا واحد دقيقه من وقتكم وغادي نكملوا الاثمنه وغنعاود نقول لكم شي لعيبات من جديد يلا كلشي 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 سير كلشي عطينا جوج قلوبه هنا واحد جوج سهله وغتجيو هنا غديري بارطاجي اكريغ اون بوبليكاسيون او بوبلي سهله انت غتكليكيو على هاد بارطاجي ها هي كاينه لتحت شتو بارطاجي اكريغ اون بوبليكاسيون وهنا غتبان لكم بيبلي واللي عنده تليفونه بالعربيه غتخرج ليه هنا مشاركه غيكليكي على مشاركه من بعد غادي يكليكي على نشر حتى هي سهله يلا كلشي بغيناه يبارطاجي لينا هاد اللايف باش يوصل لاكبر عدد ديال الناس واكبر عدد ديال الزبناء لان هذا دعم كبير كتعطيه الاواني شعيب غنعاود نقول لكم الاثمنه ديال هادشي الناس اللي لا دخلوا معنا اللايف دابا بقاو معايا عطوني دقيقه يتبارطاجا اللايف انا غنقول لكم ثمن الفنيق يلا بارطاجي اكريغ بوبليكاسيون بيبلي واللي عنده بالعربيه والناس اللي كيعرفوا يبارطاجيو راه كنوري غير الامهات ديالنا اللي كاينين شي امهات اللي ما كيعرفوش يبارطاجيو كنوريكم اما اللي كيعرف يبارطاجي راه غير بارطاجي بلا ما نوري هاد اللعيبه في اللايف شكرا شكرا لكم بزاف على الدعم وعلى القلوب اللي كتخليو لينا في لي كومونتير وعلى اي حاجه كديروا معنا تنتيا اشنو الدعم اللي كديري لي اجي زيدي ما نبينكش كديري قلوبه منين كديري القلوبه يلا وريني منين ندير القلوبه يلا سير لا ما نديرش القلوبه هذا دابا ديري لي من تليفوني جات حشومه راه كنرسلهم لك هيا كتخلي لي القلوبه في قالت لي سنخليهم لك من التليفون ديالك مرحبا كتعطيونا اكبر عدد ديال القلوبه من هنا وكتكليكي على بارطاجي بارطاج اكريغ اون بوبليكاسيون اي بوبليي ما ديوش على تليفوني تهرس لي ملي كنت في تركيا نعطيكم الاستوار ديال تليفوني بعجاله نورمالمون في تركيا اي
مول كتبغي تدخل ليه كيكون عندك واحد الكود كيعطوك اولا ملي كتدخل ملي كتوصل لتركيا كيخص يكون عندك واحد الكود. هذاك الكود كتقدر تدخل به لي سونتر كوميرسيال والبلايص اللي زعما بحال هكا. انا ملي وريت الكود ديالي للسيكوريتي اللي حدا الباب حطيت التليفون ديالي في واحد اللعيبه كدور ما حطيته مع ديك اللعيبه كدور مشى كاين واحد الثقيبه وهبط ويترس ليا وعكست انني نمشي نصوبو عند مون تليفونات حيت يلاه صوبتو غير دابا ما عاد شي 25 يوم ولا شهر تقريبا. مرحبا بكم انا بارطاجيت. شكرا كاتشي شكرا شكرا بزاف للناس اللي كيبارطاجيو تحياتي. انا عارف عدد كبير ديال الناس في هاد اللحظات كيبارطاجيو كيعطيونا اكبر عدد ديال الدعم. شبعناك قلوبو بارطاج بالصحه والراحه. شكرا تحيه الناس ديال حيمولي رشيد. شو عيب طلقنا الفراجة عاد دخلنا اليوم غفلتينا. انا دابا غنعاود نقول لكم الاثمنه ما تخافوش غير بقاو معايا. دابا غنعاود نقول لكم الاثمنه ديال هاد الشيء بعجاله ما غنفوتش معاكم خمسة دقائق حيت الاثمنه اللي غادي تركزوا معايا مزيان ما غنزربش وما غاديش نتقل بزاف باش غنعطيكم الاثمنه ديال هاد الشيء. حاجه وحده عطيونا البارطاج والقلوبه. يلا سير 3 2 1 هادو 4 ب 1200 ريال 4 ب 1200 ريال عوض وحده ب 1000 ريال كاين اللي كيبيعها ب 800 900 حنا كنبيعوا 4 ب 1200 ريال دوز. واللي خدا هذا الباك هذا كنبيعوا جوج بالبلاطو ديالهم حتى هما 1200 ريال. عندنا هاد المباخره عندنا هادو ها هما كنبيعوا 4 ب 1000 ريال 4 ب 1000 ريال واعرين حتى هما كيجيو فيهم بزاف ديال التويشيات 4 4 ب 1000 ريال خطيرين. دوز حيد بلاطو اللي بغى البلاطو بوحدو الروعه والجمال والرقه والاناقه 600 ريال ديال الماء تقدر تحط فيه اي لعيبه. او عرفتي هادو كيفاش جاو هنايا. اي 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 عطيني عطيني وحده عطيني وحده في هادي تبارك الله. شوف 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 1200 ريال الفنايق 450 درهم بالبلاطو ديالهم 9000 ريال الباك ديال لي سوطاس 500 درهم 10000 ريال العدد محدود. او ما دويتش لكم على واحد البلاطو شت 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 شت. اخوان واحد المفاجاه زوينه ما دويتش عليها المفاجاه الواعره هي هذا البلاطو هذا راه تقاد لينا الذهبي ديالو تقريبا دابا شي سيمانه ولا اكثر رجع عليكم من جديد وحصريا عند اواني شعيب وتبرعوا ليا. وكيف تنقول لكم راه فيه ثمن خيالي. انا دائما تنقول لكم الثمن كيوصل حتى ل 50% وحتى ل 60% وهذا البلاطو هذا راه كتطبق عليه هذه القضيه ديال كيوصل حتى ل 50% وحتى ل 60%. بلاطو واعر كنبيعوا الصغير ديالو مع الكبير ديالو بجوجهم بثمن خيالي جدا. ما نقدرش نقول لكم الثمن ديالو في اللايف كنعتذر ولكن كنأكد لكم انكم الى جيتوا للمحل ديالنا وسمعتوا الثمن ديالو مباشره غادي تفاجئوا. هادو معروفين كيديروا 400 درهم 500 بجوج كيديروا 6000 ريال 7000 ريال. حنا دايرين لي ثمن سبيسيال هذا البلاطو هذا معتبرينه كادو من عند اواني شعيب للزبناء ديالنا. ان شاء الله ملي غتجيو للمحلات ديالنا في القريعه في المحمديه في البرنوصي وفي الحي المحمدي راه غادي تفاجئوا بزاف بالثمن ديال هاد البلاطوات. كنأكد لكم وكنعاود نأكد لكم هاد النقطة المهمة جدا والعدد محدود فيهم. ستوك اللي عندنا دابا إلى التقادة ما غاديش تقدروا تعاودوا تستافدوا من البروموسيون ديالهم. بلاطو واعر والله العظيم إلى العائلة ديالي أنا كاملة بعدها تقريبا خدات منهم. ألو شعيب البلاطو عندك وبزاف الناس من العائلة ديالي كانوا التقادة واعتذرت لهم قلت لهم راه غاديين يجيو غنجيبوهم لا فامي شبيلي ولا فامي الصديق
راه البلاطو كاين ديسپونيبل. مرحبا، غادي نجيبو لكم ان شاء الله. تحياتي. القفص راه ديسپونيبل، الثمن ديالو كيدير 12 3000 ريال، عوض 450 درهم. اخوان واحد اللعيبه مهمه بغيت نقول لكم دابا، يلاه سته مازال حنا متواجدين في المحل ديالنا ديال الحي المحمدي. اي واحد بغى يستافد من هاد لي بروموسيون تقدروا تلتحقوا بينا، حنا مازال هنا حتى 9 ديال الليل. اي واحد كيشوف اللايف دابا حط التليفون وخذ اقرب طاكسي حمر يحطك قدام اواني شعيب وجي استافد من عندنا من هاد لي بروموسيون، حيت تقدر تجي مره واحده اخرى تلقى ما تقدر ما تلقاش بزاف اللعيبات، لان الناس كيجيو اون فوا كيشوفوا اللايف كيشوفوا شي حاجه جات بسرعه كيجيو باش يستافدوا منا. حتى نتوما غنقول لكم دابا يلاه 6 الا ربع، مازال 7 8 9 مازال 3 ديال السوايع باش اننا حنا متواجدين هنا. الناس اللي غادي يشوفوا اللايف حتى الليل راه غادي نكونوا غدا السبت من 10 الصباح حتى 9 الليل، والحد غنكونوا من 10 الصباح حتى 9 ديال الليل. مرحبا بكم والف مرحبا. البراد مازال ديسپونيبل في واحد لا كولور واعره وكاليتي زوينه، كنبيعوا لكم بثمن سبيسيال 2600 2800، الكبير ديالو كاع كيدير 3400 ريال حصريا. ومرحبا بكم. كاين عندنا كذلك هذه اللعيبه قلت لكم الثمن ديالها، وهادو هما اللي بغى ياخذ 4 على 4 مجموعين ب 1200 ريال. بالصحه والراحه. الجديد اخويا الكيسان 700 ريال. المهم البلاطو 600 قلت لكم الثمن ديالو، بلاطو رويال 3600، والدار 3600، واللي ما فيهش الذهب 3400. المقراج ديال الضو اينوكس 1600 ريال. البلاطو 2800 ريال. هذا البلاطو هذا 1200 ريال باليدين ديالو. التويشيه 190 درهم 3800 ريال. الباك هذا غيطيح هذا من باك شعيب ب 4000 ريال. بلاطو فراقه والتفصيل على 6. لا 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 لا، قولي لا ما تخافيش. شوفي هادي مزيان مني سولتينا السؤال زبناء، انا اللي كيجيو تقدموا عند اواني شعيب، وبزاف الناس عارفينا، انا نعاود اكدها. اي واحد كيجي يتقدم عندنا ما كنبينوش لي وجهو، جوج حوايج اللي كنبين، ما كانتي وموعني صافي، هادشي اللي كنبين. لا 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 ما تخافش، هو اللي ماشي من حقي كاع. لا ما تخافيش، مع دس واحد دس الكليانه دس من حداها كيحسب لي بينت لا وجهها. لا لا ما كنبينش الوجوه، من يكون انا اصلا اللايف كنديرو مره في السيمانه في كل محل، يعني في حي المحمدي ما غنعاود نجي للحي المحمدي ندير اللايف حتى السيمانه الجايه، و30 دقيقه فقط. ولا تصادفوا معايا شي كليان، الا تصادفوا معايا في ديك نص ساعه في ديك السيمانه راه كنبين غير السلعه كيف كتشوفوا، ما كنبينش بنادم بحال كنبين. شوف 1200 ريال. عافاك عافاك البراد ديال الفضه قريبا. كنقلب على شي واحد يخدم في لافاج. ولاو عندنا لي زانونس. مرحبا. مرحبا مرحبا. دائما كنذكروا كنعاود انتم مباشره من محلات اواني شعيب، ودابا كنديروا معكم اللايف من المحل ديالنا اللي كاين في حي محمدي. مرحبا بالزبناء ديالنا اللي متواجدين معنا دابا، مرحبا ديديكاس ليكم، مرحبا بكم. كاينه سلعه زوينه سبيسيال واعره، البلاصه اللي كندير فيها اللايف دابا الحي المحمدي، مباشره من الحي المحمدي. بلاش اخويا نعاود نوريهم اللوكاليزاسيون سمحي لي. بلاطو 1000 ريال، وهذا 1400. الكيسان داكشي زوين. مرحبا، كيف قلت لكم تقدروا تلتحقوا بينا. يلاه دابا 6 مازال هنا حتى 9 ديال الليل. كيسان 2400، المول على جوج مابقاش. الكيسان هادو راه فيهم هاد المول على جوج، فين هو؟ كاين كاين باقي 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 باقي. كيسان 1200 ريال، كاينين بزاف ديال الموديلات. مرحبا بكم، هادو تاهما 1200 ريال. هادو 4، هادو خليهم حداك هادو، لانه هادو غتوصل 7 غيكملوا، هادو غتوصل 7 غيكملوا. كنأكد لك لان كنبيعوا 4 ب 1200، هادو خليهم هنايا. اللي جات خدات 4 جمع عليها 4 وخليها. 4 ب 1200 ريال. اي 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 اي
الخيال 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 توندونس 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 هذا ديال سميتو 460 500 هادو ما نبينوش في اللايف هادو ثمن مرحبا عندهم العشاق المحل ديالو هو هذا اواني شعيب مقابلين مع مقابلين مع التيرمينيز مقابلين مع الترامواي السكه ديال الترامواي هنا لتحت كتبقى القيصريه ديال الحي المحمدي راه هي ها هي كتخليو القيصريه عليه يديكم اليسر وكتطلعوا مع السكه ديال الترامواي ها هو المحل ديالنا واد اواني شعيب مقابلين حنا مع صالون زينب ومقابلين مع واحد الجامع هنا سميتو جامع الكودية ولا جامع بالقادم راه حدانا هاد اوبتيك علاء حتى هو اللي ما قشعش اواني شعيب يقشع اوبتيك علاء هادشي اللي كاين مرحبا بكم غادي نختم معكم هاد اللايف هذا وغادي نقول لكم شكرا بزاف على التتبع ديالكم معنا ما تنساوش هادو تقدروا تجيو الاثنين ما تلقاوهمش لهذا غنقول لكم سارعوا تتمنوا يبقاو الاثنين ان شاء الله غادي يبقاو ان شاء الله يلا مرحبا هادو ان شاء الله ولكن راه كاينين شي ديزارتيكل اللي كتوقع علينا فيهم المفاجاه هذا هو المشكل يعني هادو تقدروا تجيو الاثنين ما تلقاوهمش ممكن تقدروا تجيو الاثنين تلقاوهم دابا هادو راه موجودين بكثره وبوفره في الويكاند اليوم السبت وغدا الحد أربعة 1200 ريال هادشي اللي كاين شكرا لكم بزاف ما تنساوش تعطيونا اكبر عدد ديال لي لايك جوج ب 1300 ما تنساوش ياك اختي قولي لي شنو قلتي لها في التليفون جابوا معنا زوين مرحبا 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 جميل جدا ان الزبناء كيجيو عندنا المحل ديالنا وكتعجبهم السلعه اللي عندنا هادشي جميل كتهضر مع الاخت ديالها في التليفون قالت لها جيب معنا زوينين جميل جميل جدا تسمع في هذا الكلام الزوين على السلعه ديالك تبارك الله عليكم ومرحبا بكم كاين السلعه ديال البريستيج راه متوفره عندنا 600 ريال 300 ريال 1000 ريال 1200 الباك داك الشيء واعر البراد المقارج جميل جدا غادي نقول لكم شكرا وعاودوا زيدوا دعموا لنا هذا اللايف هذا هنا عطيونا قلب وهنا بارطاجي اكريغ اون بوبليكاسيون اي بوبلي يلا الاخوان قبل ما نكملوا اللايف قبل ما نختم اللايف بغيت كلشي يعطينا اكبر عدد ديال البارطاج كلشي بارطاجي هذا اللايف لان البارطاج ديالكم نتوما هو الدعم ديالنا هو الدعم ديال اواني شعيب تبارك الله اكثر من 700 واحد كيشوف اللايف دابا كلشي بارطاجي اللايف تبارك الله عليكم مرحبا بكم عند اواني شعيب وغادي نقول لكم بسلام عليكم وفي امان الله وما تنساوش وانا غادي نقطع اللايف دابا بغينا كلشي يبارطاجي هاد اللايف هذا شكرا أربعة ب 1200 ريال وهادو أربعة ب 1000 ريال يلا الاخوان اي واحد غادي يجي يشوف اللايف عطيونا بزاف ديال القلوبه عطيونا بزاف ديال البارطاج سواء في الفيسبوك ولا في الجروبات اللي عندكم وما تنساوش تكتبوا لينا في لي كومونتير شكون هي المدينه اللي متواجده معنا بقوه في اللايف شكرا وما تبخلوش علينا بالبارطاج في امان الله